عبادي الذين اصطفى، ربنا اهدنا واهد بنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا واسرابنا في امرنا واجعلنا من اهل البركات يا رب الاراضي والسماوات. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورضوان ولا عدوان الا على الظالمين. الان نرجع الى مفردات كثيره. اللفظ الآية عده تاويلات يمكن ان ننسبها الى اللفظ الآية. كثيرا قلنا تاويلول هو عدوى خرجت من منطقة قوم سيدنا نوح عليه السلام واستشرت في أقوام أخرى محيطة بتلك الديار، ديار الظلام. كما أهل الإسلام ما مش موجودين، بعض عباد والقية أهل لا إسلام، الحقيقة إسلام كذب، سون دي فو مسلمون بوتيتر إي سون لي بلو مودي أون سي تون. الموفيد جاء الطوفان وقلت احنا نرجحوا الطوفان، يفهم كونه خدا الارض كلها، وقلنا هذا ليس بعجيب. كثيرا زاد كذلك التلوين، مالا هاو شدوا عبادة الآلة الفلانية، الصنم الفلاني كذا، هذا كثير زاد التلوين. كما نعملوا تو الكرب قاعدين يعملوا بنفس الشيء، هذا يعبد في جنس مصري والاخر يعبد في جنس عراقي، وهذا تابع لطغيان امريكي والاخر طغيان روسي والمجر، وهذا كذلك كثير وكثير يبطل المده كثير. دونك اليا تراكم المعاصي يوصل الى حد اللي بعد العتبه هذيك كيف توتر يهبط سخط المولى. موقف كذب اللي قالوا اليهود، قالوا ربي قال انا ندمت علي اغرقت بالطوفان، ندمت لن اعود الى هذا الامر، وعلمت انا وعدي لكم بالامان من الطوفان انكم اشتراوا قوس قزح قد ما لا يفيدكم في تذكير بما ينتظركم من تبعات العدوان على حرمه الدين الالهي. ان شاء الله نعود ونزيد فائده او فوائد من هذه المقاربه الجديه من الايه 24 في سوره نوح عليه السلام.